خلال الفترة الماضية مع بداية تفشي جائحة كورونا، اضطرت كثير من الأسر للبقاء في البيوت سوية لفترات زمنية طويلة. يرى البعض أن هذا الوضع قد ساهم في زيادة التوتر بين أفراد الأسرة نتيجة المكوث طويلا تحت سقف واحد، لكن دراسة جديدة عدها مجلس شؤون الأسرة حول تداعيات الحظر الكلي والجزئي على الأسرة في المجتمع السعودي أثناء جائحة كورونا كشفت أن الحظر المنزلي أسهم في تعزيز العلاقات والتواصل بين أفراد الأسرة. نتعرف أكثر على هذه الدراسة مع ضيفتنا الدكتورة سناء العتيبي، والتي تنضم لنا عبر الهاتف وهي عضوة لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة وأحد القائمين على هذه الدراسة. مساء الخير دكتورة سناء. دكتورة سناء، أهلين، مرحبا، أهلين، مساء النور، حياك الله. دكتورة، لو تطلعين على إجراءات اختيار العينة تحديدا، على ماذا اعتمدتوا في من أدوات فيها، ولو استطعنا أن نعرج سريعا بالأرقام على أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة. جميل. بالنسبة لعينة الدراسة، بلغت عينة الدراسة تقريبا 2023 أسرة موزعة توزيع نسبي تقريبا على 13 منطقة إدارية في المملكة العربية السعودية. حرصنا عند توزيع العينة أنه تتناول جميع المتغيرات الاجتماعية، يعني عندي متعلمين غير متعلمين، عندي ذكور إناث، عندي مراحل عمرية متعددة، عندي ناس تعمل ناس لا تعمل، قطاع خاص قطاع حكومي، فيها تنوع. كيف وصلنا لل 2023 أسرة؟ وصلنا لها بعدة طرق يعني أكثر من مصدر. كان من أبرزها لجان المناطق في مجال شؤون الأسرة. مجلس شؤون الأسرة عنده عدة لجان في 13 منطقة إدارية مربوطة بإمارات المناطق. أيضا وصلنا لعينتنا عن طريق إدارات العموم الموزعة تقريبا في 13 منطقة إدارية، بحيث أنه هذه العينة تمثل مجتمع الدراسة تمثيل سليم. إحنا ما عندنا مسح شامل إلا في الهيئة العامة للإحصاء اللي هي التعداد السكاني اللي هي تتناول جميع الأسر، لكن بقية الدراسات كلها تعتمد على العينة الممثلة لمجتمع الدراسة، ومتى ما كانت العينة ممثلة أنا أقدر أعمم نتائجي فقط. جيد. طيب، الدراسة أثرت لكم أن الحظر المنزلي أسهم في تعزيز العلاقة والتواصل بين أفراد الأسرة. لا، الأغلب، يعني نحن نتكلم عن رأي مجتمعي أو الرأي العام على أقل تقدير، يرى أنه وجود الأسرة في مكان واحد وفي ظروف واحدة على النقيض هو قد يسهم في توتر العلاقة وليس تحسين العلاقة. كيف تردين؟ جميل. النسب اللي ظهرت أمام الجميع وهي فعلا نسب إيجابية وأرقام إيجابية، لكن للأسف البقية قرأ الرقم الإيجابي وأهمل الرقم المقابل. يعني عندنا من نتائج الدراسة مثلا أنه 63% من أفراد العينة زاد ترابطهم الأسري، في المقابل أنا عندي 27% عبروا عن أنه لا، في مشاكل حدثت. 27% هذه لو حسبناها حسب مجتمع الدراسة ترى تظهر لي بالآلاف عدد الأسر. إحنا عندنا في المملكة العربية السعودية 5 ملايين تقريبا 5,900,000 أسرة. فلما نقول إحنا عندي 27% قالوا لي إنه في خلافات، فأنا أتحدث عن عدد آلاف من الأسر. فالحديث منسجم مهما يظهر لكم من أخبار التقارير اللي ظهرت أثناء فترة جائحة كورونا. دكتورة، وش أبرز التوصيات اللي خرجتوا بها بالدراسة؟ جميل. حقيقة خرجنا بمجموعة من التوصيات. كانت أبرز هذه التوصيات واللي ركزنا عليها تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، تعزيز نظام البلاغات عن العنف، التركيز على الفئات الهشة في المجتمع اللي هم أصحاب الدخل المحدود، المعاقين، كبار السن، العاملين في القطاعات غير الرسمية، لأنهم هم أكثر الأسر تضررا خلال هذه الأزمة. أيضا مهم أني أستثمر وسائل الإعلام التقليدي والحديث وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات توعوية في كافة المجالات. وحقيقة كان للإعلام دور إيجابي جبار خلال هذه الأزمة،
لذلك من المهم استثمار هذا الدور. أيضا وضع آليات وحلول تصميمية لتطوير المساكن والاستفادة من تجربة الحظر في تصميم مساكن صديقة للأزمات. مثل إحنا لاحظنا كيف أن الأسر حاولت تستغل بعض الأماكن في المنزل كانت مهملة. صحيح. فمهم أيضا أنه نضع حلول تطويرية للمساكن ويكون عندي مسكن صديق للأزمة. أيضا من ضمن التوصيات حماية النساء الفتيات من العنف المنزلي، تطوير آليات التبليغ، المتابعة، الإيواء. أيضا مهم أني أعتني بفئة كبار السن لأنها كانت من ضمن الفئات المتضررة خلال الأزمة. توجيه برامج رعاية اجتماعية، نفسية، اقتصادية تتناسب مع فئتهم العمرية والتداعيات الناشئة عن الأزمة. أيضا تطوير برامج ادخار، تعزيز قيمته لدى الأسر، بناء شراكات مع القطاعات ذات العلاقة لتطوير برامج تعزيز الإرشاد والاستهلاك. أيضا مهم دعم جهود المرأة لتحقيق التوازن بين العمل والتزاماتها الأسرية، لأنه فعلا حدث عندي خلل فيما بين عملها المنزلي وعملها عن بعد، يعني صار في تداخل في الأوقات. أيضا مهم من ضمن التوصيات تخصيص يوم للأسرة في المملكة العربية السعودية على غرار مثلا يوم الشهيد الممارس الصحي، يكون عندي اليوم السعودي للأسرة. الأيام العالمية أو الأيام المحلية لما يتم الاحتفاء فيها يكون في تركيز للجهود حقيقة، يتم الاحتفاء بالأسرة، التأكيد على أهميتها، إبراز دورها في دعم النسيج الاجتماعي. وأيضا عندي مجموعة مبادرات لو الوقت متاح أتحدث عنها. لعله يكون لنا فرصة أخرى معك دكتورة سناء للحديث عنها. شكرا جزيلا لك، المعلومات اللي ذكرتيها خصوصا فيما يتعلق بالتوصيات أنا أعتقد أنها مهمة، وتفعيل هذه التوصيات سيسهم بشكل كبير جدا في تعزيز منظومة الأسرة. شكرا جزيلا لك دكتورة سناء العتيبي، عضو لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة وأحد القائمين على الدراسة.